مع اقتراب افتتاح موسم الاصطياف، لا تزال مسألة مجانية الشواطئ في الجزائر محل تجاذب بين المواطنين والسلطات بسبب الغموض الذي يكتنف طريقة تسيير مواقف السيارات والأماكن المحجوزة بالشواطئ، والتي تحولت تذاكرها إلى إتاوات مفروضة على كل المصطافين، ما جعل مفهوم مجانية الشواطئ محل استفهام كبير. المجانية هي مجانية السباحة، أما استعمال الوسائل فهي نقدر نقوله بمبالغ رمزية يعني. أي دور للبلديات؟ كان السؤال الأكثر إلحاحاً حول الدور الذي يلعبه المتعاملون في فرضهم لتلك الخدمات، وإن كانت الإجابة على هذا السؤال لا تخفي وجود بعض التجاوزات. أوبلا هي اللي تقوم بكراء كل الطاولات والكراسي وبما فيها المظلات الشمسية. كانت البلدية هي اللي تقوم بتخصيص يعني فضاءات في الشواطئ لبعض شباب البلدية، وهم من يقومون بكراء الطاولات والكراسي والمظلات، ولكن عندها إيجابياتها وعندها سلبياتها. فإذا كان ديوان حظائر الرياضات والتسلية الأوبلا هو من يفرض تلك الرسوم، فإن خضوع الديوان لولاية الجزائر مثلاً يجعل مسألة المجانية التي تنادي بها الوزارة إجراءً بحاجة للتوضيح.